السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مبروك علينا وعليكم رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة يا رب آمين. كي دوزتوه ولفتوا سيدنا رمضان، جبت لكم واحد الوصفة ولا شي هوا، المهم هي سهلة، عبارة عن كريمة تقدر تكون سائلة أو لا تخلوها تتبرد كتجمد كتولي حتى هي زوينة. بالنسبه للمكونات، ان كاس ديال العصير ديال البرتقال ولا الليمون محيد معصور محيد ليه مصفي، وشويه ديال الزبده اولا معلقه كبيره، المهم غير شويه، تقريبا السكر كاس لاروب ديال السكر سنيده. وبالنسبه للمغرب باش تخفف هذه الكريمه ممكن ما تضيفوش الماء، الماء تديروا نص كاس تقريبا، نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء بارد. بالنسبه للمكونات هما هادو ساهلين يعني واقتصاديين، ما مجلكم شي حاجه اللي هي ماشي في المتناول. ونسينا المايزينا، المايزينا هي هادي، ان تقريبا واحد المعلقه كناخذوا واحد الكسرونه. من بعد هاد الكسرونه كنخوي فيها داك الكاس ديال العصير يكون مصفي بحال هكذا، ممكن ديروا عصير ديال الحامض حتى هو تيجي زوين. كنضيفو هذاك نص كاس او نص كاس او كاس لاروب ديال السكر السنيده، نضيف عليه الماء ونشلي عندنا تقريبا هي معلقه. انا درت مقادير قليله باش تصدق لكم تجي زوينه. كنبقاو نحركو بحال هكا واحد شويه في الاول، ملي كتشعلوا البوطه كنخلوه، من بعد نبقاو نحركوه حتى يعقد الخليط. كما كتشوفوا الخليط بدا يعقد، نضيفوا عليه هذيك المعلقه ديال الزبده، غير شويه ديال الزبده، هي بالنسبه للزبده كتعطي داك اللمعان. وها انتم حصلنا على النتيجه النهائيه، كريمه ديال البرتقال على هذا الشكل. من بعد كنخويها في واحد الزله، فواحد كتكون سخونه، من كتكون سخونه كتكون بحال هكا يعني مرخيه جاريه، ولكن كتجمد شي شويه تتصاب تتجمع راسها تعقد. وبالنسبه لتزينوا بها اي حاجه بغيتو، الكريب لا تارت يعني اي حاجه. من بعد باش كتبرد كتكون بحال هكذا، زيني هكذا هذيك المايزينا كتهد لهذا الشكل بحال هكا، النتيجة رائعة ولذيذة بصراحة أو مضمونة 100%، ما كتخسر ما في حاجة. غير تبعوا الفيديو وتبعوا المقادير وتخرج لكم النتيجة مضمونة. شكرا لكم، مع السلامة.